بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أبنانا طلاب الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله النهاردة معانا تيست محافظة سوهاج من بوكلة المواصل للمراجعة. طبعا ده تيست نمبر 18 أو النموذج رقم 18، ولكن كلنا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نمبر 1 معانا it was fascinating، يعني شيء مبهر. to see the space goal، الهدف ماله؟ again مرة تانية in slow motion، ب طبعا حركة بطيئة. win the win goal يعني الهدف الفوز، ولا wins الفائزون، ولا winner الشخص الفائز، ولا winning يعني طبعا هناك صفة للهدف يعني هدف الفائز. لا طبعا هي the win goal يعني هدف الفوز. طبعا الاسم هنا win. We must look for more space solutions that involve producing a wider variety of food. طبعا we must، يجب ان احنا نبحث عن more sustainable solution يعني حلول مستدامة ل that involve بتتضمن producing a wider variety of food يعني انتاج واسع من تنوع الطعام. In next week's radio program يعني في البرنامج الإذاعي الأسبوع القادم. و space to a famous scientist، هنتحدث إلى عالم مشهور. طبعا we talk و talking will be talking، طبعا هنا will be talking طبعا future continuous يعني في الوقت ده نكون بنتواصل مع عالم مشهور. all king lear wanted was to keep the space of king، طبعا كل الملك لير كان بيريده انه يحتفظ بلقب اللي هو ايمين تايتن. I space send the report to the general manager. He needed it urgently. I must. He needed، محتاجه حالا طبعا، أو كان محتاجه طبعا. I had to send، كان مفروض أو كان يجب إن أنا أرسل التقرير للمدير. He needed it urgently يعني محتاجه بشدة أو بطريقة ملحة. Space are used to express emotions، بتعبر عن المشاعر. in electronic message، في رسائل طبعا إلكترونية طبعا. emojis اللي هي التعبيرات الرمزية. I am so sorry، أنا آسف جدا. I if I space free time I would have met you yesterday، طبعا هنا would have والتصريف الثالث، يبقى الحالة الشرطية الثالثة. يبقى عندنا past perfect. طب احنا عندنا had been و had انتهاد و had had. طبعا if I had had free time، لو انا كان عندي وقت فراغ. I would have met you yesterday، طبعا if I had had، ولكن ما ينفعش نقول if I had انتهاد لو ما كانش عندي، لا اذا كان عندي وقت فراغ. she felt a space for making her sister angry، شعرت بيه لما جعلت اختها تشعر بالغضب. so she apologized to her، اعتذرت طبعا هنا guilty. felt guilty يعني شعرت بالذنب. they are happy، هم سعداء. they space be having a nice time، طبعا هنا they seem to be having a nice time. say they are meaning to، they suppose they want، طبعا هنا they seem to يعني يبدو ان هم بيستمتعوا بوقتهم. on receiving his email this morning، يعني لما استلمت الايميل في الصباح. I space replies soon or he will start to worry، طبعا هنا on receiving his email this morning. I need to، ولا I mustn't reply soon، ولا أي طبعا الجملة مثبتة. I need to يعني كنت محتاج ان انا ارد عليه حالا. or he will start to worry، وإما هيبدأ يقلق. This is his second space successful film. This is his second most successful. حذفت إزاي لوجود أسلوب التفضيل، يبقى most successful film. Space is the process of growing plants without using any soil. طبعا زراعة
النباتات بدون تربة طبعا هيدروبونيكس للزراعات المائية. He could have gone here on his own. كان ممكن يروح هنا بمفرده if he had wanted. This is a طبعا the past possibility يعني إمكانية في الماضي. Where space we supposed to wait for the others to catch up with us. طبعا where are we supposed يعني أين يجب أن احنا ننتظر لحين أن يلحقوا بنا. I speak like hot food. Now I can't stand it. أنا لا أطيقه. طبعا هنا now يعني الآن، يبقى أنا كنت متعود أن أنا بحبه والآن أنا لم أعد طبعا أرغب فيه. I would like hot food. Now I can't stand ولا I used to. طبعا هنا I used to، لأن طبعا would لا تأتي مع الأفعال التقريرية زي الفعل like. فطبعا هنا I used to، أنا كنت متعود على الأطعمة اللي هي الهوت فود. Now I don't. بالنسبة عندنا للباسج، When you learn English، لما بتتعلم إنجليزي، You should remember that languages are always changing. إن اللغات دايما بتتغير. New words and phrases will appear. يعني كلمات وعبارات جديدة بتظهر. And sometimes old words start to have new meaning. وأحيانا الكلمات الجديدة بتبدأ يكون لها معاني جديدة. If you want to be really effective at learning a language، لو عايز تكون فعال حقيقي في تعلم اللغة، It's important to know about these new words. يعني من المهم انك تعرف عن هذه الكلمات الجديدة. A list published online every year، يعني قائمة طبعا بتنشر كل عام. For example, unfriend is a new verb. Unfriend يعني الكلمة unfriend هي فعل جديد that's used when you stop being friends with someone، لما توقف صداقتك أو تكون أصدقاء مع شخص on social media على وسائل التواصل. The phrase fake، عبارة fake news يعني أخبار مزيفة، was added to dictionaries، أضيفت للقواميس in 2019 after many false stories، بعد قصص مزيفة كثيرة started to appear on social media، بدأت في السوشيال ميديا. The phrase social distances يعني عبارة التباعد الاجتماعي was first used in 2020، ظهرت 2020 during the health emergency، خلال الأزمة أو طبعا حالة الطوارئ للصحية. And it means ويتعني keeping away from other people، الابتعاد عن الآخرين. The German word upper you has recently been used in informal English، كلمة upper استخدمت في اللغة الانفورمال الغير الرسمية في اللغة الإنجليزية. Mean very successful تعني ناجح جدا. Adding to the many other foreign words، بالإضافة إلى الكثير من الكلمات الأجنبية used in English such as طبعا هنا كافين or from French and the small motorbike called a mopped from Swedish، وكلمة motorbike أو دراجة بخارية من السويد. You might wish that بتتمنى that English followed the example of the Portuguese language، إن اللغة الإنجليزية تتبع اللغة البرتغالية to make spelling easier، لجعل السبيلنج سهل. Portugal and Brazil both speak the same language، البرتغال والبرازيل بيتكلموا نفس اللغة. But the Portuguese recently changed the spelling، ولكن مؤخرا البرتغالي أو البرتغاليين غيروا السبيلنج of many words، الكثير من الكلمات to follow the same rules، لتتبع نفس القواعد that they use in Brazil، بيستخدموها في البرازيل. Because they are much easier، لأنها أكثر سهولة. At the moment في الوقت الحالي أو في اللحظة دي. However if you learn English، لو بتتعلم إنجليزية in many parts of the world، في أجزاء كثيرة من العالم. You usually have to learn the British English spelling، يجب أن تتعلم اللغة البريطانية أو التأجيل البريطاني أو تأجيل الكلمات بالإنجليزية البريطانية، which can be more difficult، يكون أو ممكن أن تكون صعبة than American English spelling، أصعب من السبيلنج الأمريكي. The best title of this tickets
إيه طبعا عندنا the best title of this text، يعني أفضل عنوان لهذا النص is the effective changes at learning languages، يعني التغييرات الفعالة في تعلم اللغات. the effective usage of learning، الاستخدامات في تعلم اللغات. the effective learning of changing language، التعلم الفعال. the effective languages at learning changes، اللغات الفعالة في تعلم التغيرات. طبعا هي literal A، the effective changes يعني التغيرات الفعالة في تعلم اللغات. It's important to space a changes to the English language. It's important to be aware of، يعني على وعي. Take control، تتحكم. Be tempered، إلى صاحب مزاج كده. Bring back، يعني تستعيد التغيرات. طبعا to be aware يعني على وعي بالتغييرات في اللغة الإنجليزية. You can use the verb unfriend، ممكن نستخدم الفعل unfriend when you want to stop، طبعا نتوقف عن صداقة friends on social media. Losing touch with، keeping in touch، to stop keeping in touch with. Subscribing to يعني يشترك. Uploading طبعا هنا keeping in touch يعني تظل توقف. To stop keeping يعني تظل على اتصال به. The German word ever is an example of an informal use of an old word، يعني استخدام informal غير رسمي لكلمة قديمة. A new informal word in English، كلمة جديدة بالإنجليزية. A foreign word used by successful people، طبعا a foreign word يعني كلمة جديدة. A very common word، طبعا a foreign word used in successful or by successful people. طبعا عندنا كلمة ever has recently been used in informal English، means very successful. طبعا هنا meaning successful. طبعا a foreign word used هنا معناها ان هي كلمة foreign اجنبية، used by successful، استخدمها الناس الناجحة. لا هي معناها بتعني الناس الناجحة، ولكن مش اللي بيستخدمها الناس الناجحة. فطبعا يبقى هي a new informal word in English، يعني كلمة غير رسمية دخلت للغة الانجليزية. That changed the spelling of Portuguese because they wanted it to be. They changed the spelling، they يعني غيروا ال spelling لكلمات برتغالية because they wanted it to be، لأنهم عايزينها to be like English، مثل الإنجليزية. the same as the American spelling، زي بالأمريكي. more traditional، أكثر تقليدية. easier يعني أسهل. طبعا Portuguese recently changed the spelling many words to follow the same rules that they use in Brazil because they are much easier، لأنها أكثر easier يعني سهولة. يبقى طبعا نستخدم إيه to be easier يعني أسهل. Phrases such as fake news and social distancing were added to the dictionary recently to reflect a new situation، تعكس مواقف جديدة. Reject new، ترفضها أو تنبذها. Respect تحترمها. Replace new، تحل محلها. طبعا هنا reflect يعني بتعكس المواقف الجديدة. The rules of a language، قواعد اللغة. should be، يجب ان هي تكون changed all the time، تتغير. the same نفسها، changed according to demands، تتغير طبعا للطلب. abbreviated all the time، مختصرة طبعا هي للترسيل. changed according to demands، يعني تتغير طبعا او طبقا للطلب او الطلبات. English uses words from other languages too، الإنجليزي بيستخدموا كلمات من اللغات الأجنبية. too correct its vocabulary، يعني صححوا الفوكاب. enrich its slang vocabulary، طبعا enrich يعني بتسري مفردات اللغة لديهم. لكن invest يستثمر، avoid يتجنب. بالنسبة عندنا للترانزليشن، tolerance is one of the greatest human value ever. through tolerance، خلال أو من أثناء من خلال التولرانس التسامح. we can accept our differences، نقبل اختلافاتنا. and forgiveness، and forgive
طبعا forgive يسامح each other's mistakes. إن التسامح أعظم القيم الإنسانية على الإطلاق، فبالتسامح كنا أن نتقبل اختلافاتنا وأن نغفر أخطاء بعضنا البعض. إن التسامح من أعظم القيم الإنسانية على الإطلاق. التسامح يمكننا أن نرسخ اختلافاتنا، طبعا هنا نتقبل. إن التسامح من أعظم القيم الإنسانية على الإطلاق، فبالتسامح يمكننا أن نتقبل اختلافاتنا وأن نغفر أخطاء بعضنا البعض. إن التسامح من أعظم القيم الإنسانية على الإطلاق، فبالتسامح يمكننا أن نتقبل اختلافاتنا وأن نعطي، طبعا هي نغفر، يبقى ال correction عند forgive يغفر، يبقى let her see. لقد بأثري العالم بأسرى بالحرب، أو لقد تأثر العالم بأسرى بالحرب الروسية الأوكرانية، خاصة في الجانب الاقتصادي، فأسعار المواد الغذائية والبقول وغيرها من السلع ارتفعت بشكل جنوني. The whole world affected by the Russia-Ukrainian war, especially the economic aspect. The prices of foodstuffs, fuel and other goods went crazy. The whole world has affected, طبعا لقد لي has, by the Russian-Ukrainian war, especially in the economic aspect, the prices of foodstuffs and for other goods went crazy. The whole world has a was طبعا مبنية مجهول خطأ، لأن لقد معناها has. The whole world was affected يعني تم تأثيره، طبعا دي خطأ، يبقى الكوريشن عندنا لتر بي، لأن الفعل affect ليس مجهول، لقد تأثر طبعا هنا has والتصريف التالت. آخر جزء معانا المقال write about how our country، كيف أن بلدك أو دولتك can face food shortage، كيف أنها تستطيع أن تواجه نقص الطعام in the future في المستقبل. طبعا ده موجود عندنا على القناة على paragraph ثانوية عامة. ياريت نكون استفدنا من حلقة اليوم، ومننساش طبعا لو عجبنا الفيديو لايك، ولو اي كومنت او تعليق على الفيديو ياريت ينكتب عندنا، وان شاء الله نرد عليه، وبالتوفيق للجميع.